الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه الآية من سورة الكهف ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى قصة ملاقاة نبي الله موسى عليه السلام لنبي الله الخضر عليه السلام. وهذه القصة تثار حولها شبهات، لذلك وجب علينا أن نبين هذه القصة على حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال سلف هذه الأمة. وأصلا هذه القصة لها مناسبة، وكما روى البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح من رواية سعيد بن جبير رضي الله عنه وعليه رحمة الله، وهو من كبار التابعين ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر هو ليس موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرد القصة التي سنقف معها بإذن الله عز وجل. وفي رواية أيضا عند البخاري، وفي رواية عند البخاري أن الحر بن قيس الفزاري رضي الله عنه تمارى مع ابن عباس رضي الله عنهما في موسى صاحب الخضر، هل هو موسى بني إسرائيل أم هو موسى آخر؟ قال: فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنهما فدعاه ابن عباس وسأله عن ذلك، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل. وفي فائدة في قول ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. ونوفل البكالي هو من التابعين، وكان عالما كما قال عنه ابن حجر عليه رحمة الله في شرح الحديث، كان عالما، وقيل أنه كان ابن امرأة كعب الأحبار، وكان من العلماء ومن التابعين. بالرغم من ذلك، لما سمع ابن عباس أنه ينكر أن موسى عليه السلام هو ليس موسى صاحب الخضر، قال عنه ورد عنه بهذه الكيفية، قال: كذب عدو الله. وهذا من الزجر، وهذا رد شديد جدا من ابن عباس، ولكن في محله، في محله، لأن السلف كانوا يستخدمون هذه الألفاظ إذا اقتضت الحاجة، وده ما فيه أي إشكال إلا لزول جاهل ما بيعرف منهج السلف ولا بيعرف الدين. إنت الليلة لو قلت عن شيخ من المشايخ، لو قلت كذب عدو الله، ينط لك الحيران بتعنه. لا 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 لا، كيف تقول كلام زي ده يا أخي؟ أنت شيخك ده أحسن من ابن، أحسن من نوف البكالي؟ لا، ما أحسن منه. طيب ما لك أنت عامل جوطة؟ يقول لك: لا لا لا، ما تقول عدو الله يا أخي، دي ألفاظ كان بيستخدموها السلف ولا في إشكال أصلا. فهذه كلمة تستخدم في مكانها للزجر والتوبيخ، شكد ابن عباس قال: كذب عدو الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، ودي المناسبة بتاعت القصة ذاتها. قال: فقال له رجل: أي الناس أعلم يا موسى؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب الله عليه إذ لم ينسب العلم له، لأنه ما نسب العلم إلى الله عز وجل، قال: أنا أعلم الناس. فأوحى الله تعالى له: أن لي عبدا هو أعلم منك يا موسى. فقال موسى عليه السلام: وأين هو؟ يعني بيسأل من مكانه هذا العبد،
وده فيه فايدة، اللي هو كما العلماء يأتوا بهذه الرواية في أبواب الرحلة في طلب العلم. موسى عليه السلام سأل ربنا سبحانه وتعالى عن مكان هذا العبد حتى يذهب ويتعلم منه، فأوحى الله تعالى له أن خذ معك حوتا في مكتل، والمكتل ده حاجة زي القفة كده، قال لي شيل معك حوت خدته في المكتل في القفة، فمتى ما فقدت الحوت فهو سمى، يعني الحتة اللي بتفقد فيها الحوت بس يا هالحتة بتاعت هذا العبد تلقاه هناك. فخرج موسى عليه السلام ومعه فتاه يوشع ابن نون كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يوشع ابن نون وهو نبي من الأنبياء، وقيل أنه الذي خلف موسى في بني إسرائيل عليه السلام، يوشع ابن نون، وربنا ذكره في القرآن وإذ قال موسى لفتاه. فأخذ معه فتاه وأخذ المكتل، وانطلق موسى عليه السلام ومعه يوشع عليه السلام. ففي الطريق أرادا النوم، يأخذ لهم قسط من الراحة، فوضع موسى وسادة له على صخرة ووضع عليها رأسه فنام، ونام يوشع ابن نون، ناموا. لما ناموا الحوت مرق من جوا المكتل ودخل البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فاتشق البحر، ويوشع شافوا الحوت شافوا، لكن بعد ذاك بعد ما استيقظوا وسارا ليل يومهما وليلتهما، لما جاء وقت الغداء اليوم الثاني قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال لي جيب الغداء لأنه تعبنا. فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، قال لي تتذكر الصخرة اللي كان نمنا فيها مبارح، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال الحوت ده مرق من القفة وخش البحر. فقال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغ، بس دي هالحتة دايرينها ذاتها، لأنه ربنا قال له بس الوقت اللي بتفقد فيه الحوت تلقى فيه العبد الصالح. ربنا قال فارتدا على آثارهما قصصا، يعني رجعوا يقصوا الدرب بتاعهم، الدرب يقصوا. فقال تعالى فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الصوفية طبعا الآية دي دارين يلعبوا فيها لعب، وأنى لهم، ما عندك طريق أصلا تلعب وين إذا كان آية فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم وشرح لنا النبي عليه الصلاة والسلام، دار تجي تبرطح فيها يا صوفي، ما عندك فرقة هنا أصلا. يجيك الصوفي بل آية دي بالفهم الخاطئ لها يطلع لك دين يحيرك ذاته، طلع لهم علم سموه العلم اللدني، قول لك ده علم لدني ما بيعرفوا كل الناس. يا أخي أول حاجة لو افترضنا إنه في علم لدني، هل الله اداه للخضر ولا ادله المكاشفي؟ ادله الخضر. ده لو افترضنا جدلا إنه في علم لدني، أنت كده جيب لنا الله قال من لدنا ليه منه مش للخضر، أنت جيب آية إنه قال برضو للمكاشفي من لدنا، بتلقى؟ ما بتلقى يا أخي الله يهديك. ده لو قلنا إنه في علم لدني، لكن ما في حاجة اسمها علم لدني، ولا في حاجة اسمها علم الباطن زي ما بيدعي المتصوفة قاتلهم الله، يقول لك العلم اللدني لأنه الله قال من لدنا. يا أخي ربنا في نفس الآية في نفس الآيات في بداية السورة سورة الكهف ربنا قال قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ها كمان في بأس لدني، ها قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ربنا قال في الأنبياء في سورة الأنبياء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، في لهو لدني ما في لهو لدني. طيب انت بتجيب العلم اللدني جبته ساكت من راسك، ما في حاجة اسمها علم لدني ولا في حاجة اسمها علم الباطن، إنما من لدنا يعني من عندنا، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه علما من عنده جل في علا. شاكدة في نفس الرواية في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما صعدا على السفينة، لما ركبوا السفينة
قال جاء طائر فأخذ بمنقره من البحر، جاء الطائرة وقعت في السفينة شالت لها نقطة طلوع من البحر. فقال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام، قال إن لي علما علمنيه الله، علمنيه الله عز وجل، لا تعلمه أنت يا موسى، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. قال له وما علمي وعلمك لعلم الله تعالى إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الخضر عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى اداه علم، وهو نبي من الأنبياء. طبعا الصوفية دارين يطلعوا لك ولي ساي بس، يقول لك ده ولي، طبعا مما يقول لك ولي، انت قال دارين يطلعوا ولي وبس، لا لا لا، يطلعوا لك ولي زي ناس المكاشفي والبرعي، داري واحد. الصوفية عندهم الخضر والمكاشف والبرعي واحد، واحتمال عندهم البرعي أفضل من الخضر ذاته، دارين يطلعوا لك بالطريقة دي. يا زول الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء. الدليل الآية ذاته ربنا قال رحمة من عندنا، الرحمة دي العلماء قالوا هي النبوة، كما قال الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك، الرحمة هنا معناها النبوة. والخضر عليه السلام في أواخر الآيات لما ذكر تأويل القصص والأحداث لموسى عليه السلام قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له سويت وأنا ذا ما سويت وأنا براي، طيب سوى من وين؟ قال له سوي منه الله جل في علاه. ربنا سبحانه وتعالى أوحى له إنه يقد السفينة وإنه يقتل الغلام وإنه يبني الحائط، عشان كذا قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الخضر نبي من الأنبياء وله شريعته قائمة بذاتها، لأن الصوفية بيقول لك طبعا الخضر طلع من شريعة موسى وعمل حاجات لما موسى عليه السلام أنكر عليه، ولكن هو في الحقيقة الحاجات دي في الظاهر هي حاجات ما كعبة، في الظاهر أو في الظاهر هي حاجات كعبة، لكن في الباطن ما له حاجات كويسة. تقال جايبين القصة ما فاهمينها غلط. أول حاجة الخضر عليه السلام ما خرج عن شريعة موسى، وأصلا هو شريعته براها يا أخي، لأنه ده نبي براه. الأنبياء زمان في الأمم التي مضت أكان يكون في كل مكان في نبي، ممكن يكون في الثورة في نبي، تمشي بغادي السلمة تلقى في نبي في الشرايع التي مضت. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري قال وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت في الناس عامة. فالخضر عليه السلام شريعته براء، ما عنده علاقة مع شريعة موسى عليه السلام، براء نبي براء، فهمت؟ بعدين أصلا الحاجات العملة ما حرام ذات ولا عمل له حاجة عيب، لكن الصوفي اللي بفهمه منه الخضر ما عمل له حاجة كعبة أصلا. أول حاجة بالنسبة له قدت السفينة، قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الخضر عليه السلام ارتكب المفسدة الصغرى درءا للمفسدة الكبرى، ودي قاعدة ثابتة عند العلماء جابوها من الآية دي، ارتكاب أدنى المفسدتين إذا اجتمعت مفسدة كبرى وصغرى ترتكب الأدنى منها، القاعدة دي جابوها من وين؟ من الآية دي. الخضر عليه السلام ربنا أوحى له إنه بيغادي في ملك، الملك ده أي سفينة تجي هناك بصادرة طوالي، وده الناس مساكين ما عندهم إلا السفينة دي بيسترزقوا منها، يبقى خيري جدا ولا يشيل الملك مرة واحد، ياتوا فيهم الأحسن، أحسن جدا بيجاي القدة دي ما في النهاية بتتعالج مش كده، لكن الملك كان قلعة ما بترجع تاني. فارتكب أدنى المفسدتين، يبقى الحاجة الكعبة سواها شنو الخضر عليه السلام، وين ذاته خرج عن شريعة موسى؟ ما خرج ولا عمل له حاجة حرام ذاته. أما بالنسبة للغلام فقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ربنا أوحى له إن الغلام ده لو عاش
حيرهق والدينه طغيانا وكفرا. فهمت؟ لانه مرة هذا الولد بيعذب ابوه، ابوه ممكن يكون كويس، ابوه وامه بيكونوا كويسين، لكن بيكون هو مجرم براو. والله يطلع صوفي، والله يطلع اخو مسلم، براو مجرم، ابوه كويس ما فيه كلام، لكن طلع مجرم براو. عرفت؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه الحديث في المسند وفي غيره، قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم ولد كافرا، ولو عاش لأرهق والديه طغيانا وكفرا. يبقى أحسن يقتله ولا يخليه حي؟ يا أخي يقتله، لأنه ربنا حيبدل خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، الله حيجيب لهم واحد أحسن من ده. يبقى ما في حاجة كعبة سواها الخضر. بالنسبة للحيطة، جدار يريد أن ينقض فأقام، المشكلة جنان ولا داري رجل في مشكلة، حيطة قومة وما داري يشيل فيها أجر، هل الكلام ده فيه مشكلة؟ ما وين هنا العلم اللدني يا صوفي يا بليد؟ العلم اللدني وين هنا؟ ما في علم لدني يا أخي، الله يهديك، ما عمل له أي حاجة. لكن موسى عليه السلام لما رأى أن الخضر فعل هذه الأشياء تعجب، تعجب، عشان كذا قال له، لأنه موسى عليه السلام لما شافوا قد السفينة قال له: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شوف موسى عليه السلام فيهما كيف، فيهما إنه قدها عشان يغرق ناس، مين؟ ناس السفينة. لكن الخضر عليه السلام ما قدها عشان كده. والغلام قال له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. كيف تقتله؟ قال له: وده غلام ما عمل أي حاجة ولا قتل له نفس. وأما بالنسبة للجدار قال له حاجة، قال له: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لكن لأنه كان الاتفاق بيناتهم، الاتفاق بيناتهم كان شنو من البداية؟ قال له: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يبقى ما في أصلا علم لدني ولا في خروج عن شريعة موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام أفضل من الخضر عليه السلام، ده ما في أصلا اثنين ثلاثة أفضل من الخضر عليه السلام. لكن أي واحد شريعته براها. بعدين نسأل الصوفية اللي بيقولوا علم لدني، أول حاجة لو قلنا إنه في علم لدني، هل الخضر عليه السلام بعد ما عمل الحاجات دي قال لي موسى؟ قال له: خلاص بعد ده فوت، لأنه ده علم لدني أنا ما بوريك له، دي حاجة خاصة بينا نحن يا موسى. هل قال له كده؟ لا، ما قال له كده، قال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. قال له: بوريك أنا الحاجات اللي عملتها دي كلها بوريك لها. فهمت؟ فما في حاجة اسمها علم لدني. ولا يجوز للولي إن كان وليا أن يخرج عن شريعة النبي زي ما الصوفية، لأن الصوفية عندهم الولي ده بخدت لك فوق للنبي ذاته، عشان كده قالوا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. النبي ده قال لك في حتة في النص، تحت له الرسول فوق له الولي، يعني عند النازل المكاشف بتاعهم الولي حقهم ده فوق للأنبياء وفوق للرسل ذاته بهناك. فهمت؟ المسألة الثانية اللي بيجيبوها الصوفية استنادا على هذه القصة بالمفهوم الخاطئ، قالوا: الخضر حي ليوم الليلة، قالوا حي ولا مات. حتى جريدة الدار قبل 4 أيام أو 5 أيام جايبين لهم مقال لشيخ طريقة، قالت يوم درمان بيجاي شيخ طريقة، ما تعرف اسمه قلباوي ولا ما تعرف اسم زي ده كده، قلباوي قال ده، جايب لهم مقال كامل، قال كمان أنا طلعت كتاب في الموضوع ده. يا أخي أنت كتاب شنو اللي بيطلع؟ قال طلعت كتاب في إثبات قال حياة الخضر عليه السلام، وقال في عندنا أولياء وصالحين طبعا قابلوا بيقابلوا له يوم الليلة. يا أخي أنت بليد ولا شنو؟ الخضر عليه السلام مات عليه السلام، ميت ميت. وشوف كل الروايات، أي رواية يجيبوها لك إن الخضر لاقى علي بن أبي طالب، والخضر وإلياس كل سنة بينزلوا في موسم الحج، وده بيحلق راس ده وده بيحلق راس ذاك، الروايات دي كلها باطلة ما صحيحة، كما قال ابن حجر عليه رحمة الله في الإصابة وفي فتح الباري، وقال ابن كثير في البداية والنهاية، قال: لم يثبت في حياة الخضر ولا رواية صحيحة. تتاني مالك بتلف الدور، ديل كمان وهابية، ابن كثير وهابي، ابن حجر، لأن دي روايات نحن عارفينها، جاب ابن عساكر وذكرها السيوطي في الدر المنثور، لكن روايات ما صحيحة ولا ثابتة عن حياة الخضر عليه السلام، بل المحكم والثابت أنه مات عليه السلام. الدليل على الكلام ده شنو؟ أدلة، أول حاجة من القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد
أفإن مت فهم الخالدون. ابن كثير في التفسير قال وهذه الآية فيها دليل على موت الخضر عليه السلام. ابن كثير ده ما نحن، قال الآية دي فيها دليل على موت الخضر. البليد اللي اسمه الجلباوي ده ولا سجم رماد في جريدة قالوا عجبا لهؤلاء الناس، قال يستدلون بهذه الآية على عدم حياة الخضر. قال وهذه الآية معناها الخلود المؤبد الذي لا موت معه. والله زود ده عجيب خلاص يا ناس، هل في خلود مؤبد لا موت معه في الدنيا يا أخي؟ الخلود المؤبد المام الذي لا موت معه ده يا في الجنة يا وين يا في النار. عشان كده ربنا رد على الصوفي ده. الآية البعدية طوالي، البعدية طوالي في سورة الأنبياء، ربنا قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله قال لك كل نفس ذائقة الموت، فمش معناه الخلود إنه خالد طوالي ما بيموت، لا ما في زول خالد. إبليس ذاته بيموت، إبليس اللي ربنا أنظره بيموت ذاته، لما تقوم الساعة بيموت، كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخضر بشر ولا ما بشر؟ بشر. قال له أفإن مت فهم الخالدون، ما خالدين. والخضر عليه السلام مات عليه السلام. الدليل الثاني لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الخضر لو كان حي ربنا قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لو كان الخضر حي لما وسعه إلا أن يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب والخندق وغيره من الغزوات. ليه ما جاء؟ جيب رواية واحدة يا صوفي، رواية واحدة إن الخضر جاء وقابل النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين لو كان حي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصته، الآن أنا جبت لك الرواية في البخاري، ليه ما قال إنه الخضر حي؟ ما لما ذكر الدجال في صحيح مسلم قال هو موجود في جزيرة من جزر العرب، الدجال موجود في جزيرة من الجزر. طيب ليه ما ذكر الخضر؟ ليه ما قال قاعد في الحتة الفلانية وقاعد في الحتة الفلانية؟ إذن الخضر ما حي، ميت. آخر دليل في البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فقام وقال أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض أحد على رأس 100 عام. قال الليلة دي بعد 100 سنة من الليلة دي ما في زول حي الليلة، بعد 100 سنة بيكون حي. طيب لو كان الخضر حي بعد 100 سنة بيكون تاني حي؟ عشان يجي قصوب يقول لك نحن بنقابله عادي، يا اخت قابله بتاع شنو؟ يقول لك والله جانا امبارح كان معانا في الشكينيبة. انت مجنون يا صوفي، ولو بيجي يخلي المدينة ويخلي مكة يجيك انت في الشكينيبة؟ يخلي هناك البيت الحرام يجيك في الشكينيبة ولا يجيك بيجاي في طابت؟ لكن كذابين ومجرمين دارين ياكلوا بها، انت عارف طبعا بيغشوك. يقول لك الخضر ده بيجيك في شكل زول وسخان. شوف اللي سادي كيف بلا يسأل الأنبياء، يا أخي هل الخضر كان وسخان؟ هل لابس له الرطل بتاع لا لوبة في رقبته؟ لا ما في كلام زي ده. انت عارف يقول لك لما يجيك زول زي ده وسخان كده وشايل له إبريق أفيه عقارب وطب، أول ما يجي يقول لك لله يقول لك تدي طوال، احتمال ده يكون الخضر انت ما بتعرفه. يقول لك أديه، مجرد ما أديته الله بيفتح عليك، لو ما أديته يقول لك ربنا ما بيفتح عليك. انت عارف يقوم يمرق لك الصوفية الدراويش وما بلفوا الا الحتات اللي فيها قروش، تلقاهم في السجانه شارع الحريه الحتات اللي فيها قروش، تلقى والله في صوفي تلقاه لا في طوالي في السجانه لف له يا زول اسيب حقيده في رقبته شايل ابريك يخش الدكاكين لله لله. طبعا زول العقيدته خربانه طوالي يقول له بتاع الحسابات ازمه اديه اديه، ده زول احتمال الخضر انت ما بتعرف، ذاك طوالي يطلع يديه قروش. فشوف الصوفيه دارين ياكلوا بهذه القصه. في انت الحاصل الختام والملخص، الخضر عليه السلام مات عليه السلام وهو نبي من الأنبياء ولم يخرج عن شريعة موسى، وما في حاجة اسمها علم لدني، وأنا أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا فارس.